بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 86 بعد 182. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من سلطنة عمان، وباعثها المستمع خالد سعيد محمد. على خالد يسأل ويقول: رجل قال لزوجته فلانة ابنة فلان طالق، كررها 3 مرات: محرمة علي وحلال إلى كل زوج تريده، وهذا في جلسة واحدة، ومضى على الطلاق 1.5 شهر، والآن يريد أن يراجعها، والمرأة تريد أن تعود إلى زوجها، فهل من الممكن أن يتراجع مرة أخرى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإن الطلاق إذا كرره الزوج يقصد بذلك التأكيد ولا يقصد بذلك تكرار الطلاق، فإنه يكون طلقة واحدة إذا قصد بذلك التأكيد ولم يكن بالإتيان بالحرف ثم. أما إذا كان كرر الطلاق يريد التكرار ويريد كل طلقة على حدة، فإنه إذا تكامل 3 طلقات فإنه يكون طلاقا باينا بينونة كبرى لا رجعة له عليها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره زواج رغبة ويطلقها رغبة عنها لا من أجل التحليل للأول. الحاصل أنه إذا كرر الطلاق بدون حرف ثم أو بدون عاطف يريد التأكيد للتأسيس، فإنه يكون طلقة واحدة لأنه أراد إفهامها وأراد التأكيد فقط. أما إذا كرره بثم، قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق، أو قال طالق بل طالق بل طالق أو ما أشبه ذلك، فإن هذا يكون طلاقا 3 بائنا بينونة كبرى. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: رجل سرق مالا ثم استثمره في مشروع تجاري وربح منه أضعاف المال المسروق، والآن يريد أن يرجع ما سرقه من أموال، فما حكم باقي الأموال المستربحة من هذا المال المسروق؟ هل هي حلال أم حرام؟ افتونا مأجورين، جزاكم الله خيرا. الواجب عليه أن يرد المال بنمائه، أن يرد المال بنمائه وهو الربح إلى صاحبه، وأن يطلب منه المسامحة لأنه مال لا يحل له. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. نعود إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العربية السورية، وباعثها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف خا حا حا. أخونا عرضنا له بعض الأسئلة في حلقة مضت، وفي هذا اللقاء يسأل ويقول: ما حكم النحنحة في الصلاة وهل تبطلها؟ النحنحة في الصلاة للحاجة لا بأس بها، أو استأذن عليه أحد فتنحنح لينبهه أنه في صلاة لا بأس بذلك، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك إذا استأذن عليه أحد وهو يصلي صلاة الليل في بيته تنحنح له. فالتنحنح إذا كان لحاجة أو غلبه التنحنح فلا بأس بذلك، أما إذا كان لغير حاجة بل هو من باب العبث فإنه يخل بالصلاة وقد يبطلها، كما قال أهل العلم: إذا تنحنح فبان حرفان بطلت صلاته، هذا إذا كان لغير حاجة. نعم. بعضهم يتنحنح لإبراز شخصيته أو ليقول للإمام انتظر فإني قادم وما أشبه ذلك، ما هو توجيه الشيخ صالح؟ هذا لا يجوز، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فإذا دخل الإنسان المسجد والإمام راكع فإنه يمشي بسكينة ولا يقول انتظر أو يتنحنح
أو يركض أو ما أشبه ذلك، بل يمشي بالسكينة والهدوء. فإن أدرك الركعة مع الإمام فالحمد لله، وإن لم يدركها فإنه يدخل مع الإمام، وإذا سلم الإمام يأتي بما فاته، لقوله صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. نعم، جزاكم الله خيرا. ألاحظ أنه يسأل عن المدايح النبوية على نبينا أفضل الصلاة والسلام، ويذكر بعض الأمثلة مما يقال هناك. شيخ صالح، المدايح على قسمين. طيب، المدايح الخالية من الغلو والإطراء بذكر صفات النبي صلى الله عليه وسلم التي أعطاه الله إياها لا بأس بذلك، ولكن لا يخصص لهذا يوم معين كيوم المولد، وإنما يقرأ هذه المدايح أو هذه القصائد التي في مدحه صلى الله عليه وسلم في أي وقت، مثل قصائد حسان بن ثابت رضي الله عنه، وقصائد قصيدة كعب بن زهير بانة سعاد، ومثل قصائد كعب بن مالك رضي الله عنه، عبد الله بن رواحة، كانوا يمدحون النبي صلى الله عليه وسلم بما فيه. فلا بأس أن الإنسان يقرأ هذه القصائد لأنها خالية من الغلو والإطراء، لكن لا يخصص لها وقتا معينا كما يفعله أصحاب الموالد المبتدعة. أما إذا كانت هذه القصائد تشتمل على شرك وعلى غلو بحق النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يجوز إنشادها إلا على وجه الإنكار والتحذير منها، مثل قصيدة البردة للبوصيري، هذه فيها شرك صريح وفيها غلو قبيح في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل قصائد البقاعي أو ما أشبه ذلك من القصائد التي فيها غلو وإطراء في حقه صلى الله عليه وسلم، فيها استغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم، فيها دعاء للرسول من دون الله عز وجل، قد قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسول. فهذه القصائد المشتملة على الغلو والإطراء والشرك لا يجوز إنشادها إلا لمن يريد أن يرد عليها ويبطل ما فيها وينقض ما فيها من الباطل ويحذر منها. أما أن تنشد على وجه التلذذ بها أو تنشد في مناسبة المولد كما يفعله المبتدعة، فهذه قصائد شركية، ومن اعتقد ما فيها فهو مشرك والعياذ بالله. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل الصياح جائز عند سماع القرآن؟ لحظة، تفضل. قلت البقاعي، هذا الاسم غلط، البرعي. البرعي رجل يقال له البرعي، فتح الله والعياذ بالله، هذا عنده غلو قبيح في حق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، جزاكم الله خيرا ووفقكم إلى كل خير. شيخ صالح يسأل أيضا ويقول: هل الصياح جائز عند سماع القرآن أو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذ أن عندنا أناس إذا سمعوا هذا يصرخ الواحد منهم دون شعور، مع العلم بأننا قد نبهناهم وسألناهم لماذا تفعل هذا فيقولوا: أنوار تنزل علينا ولا نستطيع تحملها. البكاء من خشية الله عز وجل أمر مطلوب عند تلاوة القرآن أو عند سماع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان الدافع من هذا الخشوع في القلب، لكن لا يبالغ في رفع الصوت والصياح والتشويش على الناس، ولما في هذا أيضا من الرياء والسمعة، فيخشع ويبكي لكن بدون تكلف وبدون رفع صوت ونحيب وما أشبه ذلك. أما قولهم هذه أنوار تنزل علينا، فهذا كذب، هذا كذب، وربما يكون هذا من وسوسة الشيطان ليضلهم عن سبيل الله عز وجل. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: عندنا في القرية بعض النساء يذهبن إلى العمل للحطب مثلا أو لغير ذلك، ويحين وقت صلاة الظهر ولا يستطعن الصلاة لوجود الرجال، هل يؤخرن هذه الصلاة حتى يعدن إلى البيوت، أم يصلين وهن على الوضع الطبيعي رغم وجود الرجال؟ جزاكم الله خيرا. إذا كنا يرجعنا إلى البيوت قبل خروج الوقت فلا بأس أن يؤخرن الصلاة إلى
آخر وقتها ليتمكن من أدائها منسترات عن الرجال. طيب. نعم. طيب جزاكم الله خيرا. هل يجوز لي مثلا إذا مررت بمزرعة خضروات ومع مروري قطفت واحدة مثلا لأكلها، هل يعتبر هذا سرقة ولا حرج فيه؟ إذا كانت هذه المزروعات عندها حارس أو عليها حائط فلا تتناول منها شيئا إلا بإذن صاحبها. أما إذا كانت هذه المزروعات ليس عندها حارس وليست محاطة بحائط تحتاج إلى دخول واقتحام، فلا مانع أن تأخذ ما تأكله بفيك ولا تحمل منها شيئا، وإنما تأكل بفيك منها قدر ما يدفع عنك التوقان إليها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بتوقيع إحدى أخواتنا تقول أم بسمة، سؤالها طريف للغاية شيخ صالح، تقول هل يجوز السفر للخارج مع الالتزام بالحجاب الشرعي للتنزه، وإذا كان هذا السفر لحفظ زوجي أثناء السفر لوحده ما الحكم في ذلك؟ السفر للخارج إلى بلاد الكفر لأجل التنزه لا يجوز لما فيه من الخطر والفتنة والشرور، وإنما يجوز السفر إلى بلاد الكفار بشروط، يكون هناك حاجة إلى السفر لعلاج مثلا أو لدراسة لا يستطيع أن يحصل عليها إلا هناك، أو لتجارة يعني جلب بضائع وشراء بضائع لا يمكن الحصول عليها إلا بالسفر، فهذه يباح السفر من أجلها أو للدعوة إلى الله عز وجل، فلا بأس بالسفر أو بسفارة يعني من ولي الأمر يحمل رسائل أو يبلغ رسائل إلى أولاة البلاد الأخرى، هذه أغراض صحيحة، لكن مع التمسك بالدين وإظهار الدين والبعد عن الفتن ومواطن الشر تحفظ غاية التحفظ والإسراع بالرجوع إذا انتهت المهمة، أما السفر للنزهة هذا أمر لا يجوز، وإذا سافر زوجك للنزهة فلا تسافري معه، لأن في هذا إعانة له على الإثم والعدوان وتعريض لنفسك والفتنة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. السفر لحفظ الزوج كما تقول أختنا، يحفظكم الله شيخ صالح. لا تحفظ الزوج، الزوج إذا كان إنها لا, لا, لا دين عندها ولا ورع عنده فربما يدربها على الشر ويوقعها في الفتنة، الزوج المأمون والتقي والدين لا يسافر للخارج لأجل النزهة فقط. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الواقع الموضوع يحتاج إلى كثير من النقاش وكثير من البحث شيخ صالح، ولا سيما وقد تحول النساء في هذه الرسالة إلى حافظات للرجال، لعلنا نعود إلى هذا الموضوع في وقت قريب إن شاء الله تعالى. أم بسمة تسأل أيضا وتقول هل يجوز لبس العدسات الملونة للزينة للزوج وغيره، وكذلك صبغ الشعر بالصبغات الملونة أو خلطها أو بالحنة، جزاكم الله خيرا. إذا كان في العينين عيب وتشويه فلا بأس أن تلبس العدسات الملونة لإزالة هذا التشويه في العينين، أما إذا كانت العينان سليمتين فإنه لا داعي لتغيير لونهما إلى لون آخر، وكذلك الشعر إذا كان لونه الخلقي جميلا ومعتادا فلا داعي لتغييره بألوان أخرى، فليبقى على لونه الأصلي، إنما الذي يجب تغييره هو الشيب، يستحب تغييره لا يجب، إنما يستحب تغييره بغير السواد، الحنة أو الكتم أو غير السواد الخالص، أما غير الشيب فلا يجوز تغييره إلا إذا كان مشوها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز الرقص على دق الطبول في الزواجات وغيرها، وهل يجوز عمل ما يسمى بالزوارة عند زيارة العروس لأهلها ودق الطبول والرقص عليها بحيث أن تكون هذه الزوارة في مكان كبير للاحتفال؟ الطبول لا يجوز دقها لا في الزواج ولا في غيره، إنما الدف ضرب الدف في الزواج بيد النساء سنة، وإذا رقصت النساء فيما بينهن الرقص المعروف وليس الرقص الماجن المعروف الآن، وإنما الرقص الذي هو التمايل المعروف عند نساء العرب فيما بينهن فلا بأس بذلك مع ضرب الدف إظهارا للنكاح وإعلانا له كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. اللهم صل وسلم.
أما ضرب الدفوف إنه لا يجوز. نعم. جزاكم الله خيرا. أما ضرب الطبول فإنه لا يجوز. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع عبد الرازق حسن عبد الرازق سوداني مقيم في المزاحمية في معرض للسيارات وبواسطة الأخ عبد الله حمد حامد بعث يسأل جمعا من الأسئلة. في أحدها يقول: من نام عن صلاة الفجر ثم استيقظ بعد طلوع الشمس هل يتسوك أولا ثم يصلي أو العكس؟ جزاكم الله خيرا. الواجب عليه المبادرة عندما يستيقظ أن يتوضأ وأن يؤدي الراتبة التي قبل الفجر ثم يصلي صلاة الفجر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكره، لا كفارة لها إلا ذلك. وكونه يستاك عند الوضوء هذا من المستحبات ومن السنن. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم الإمام في الصلاة الجهرية إذا لم يصمت بعد قراءة الفاتحة حتى يتسنى للمصلين قراءتها؟ وما حكم المصلين مع الإمام إذا لم يقرؤوها؟ السكوت بعد قراءة الفاتحة لأجل أن يرجع إليه نفسه هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أما السكوت الطويل لأجل أن يقرأ المأموم الفاتحة فهذا لم يثبت به دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما استحسنه بعض العلماء. فإذا الإمام لم يعطي الفرصة للمأموم لقراءة الفاتحة وتمكن من قراءتها في سكتاته فإنه يقرأها، أما إذا لم يتمكن فالصحيح أن قراءة الإمام تكفي، لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل ويقول: إذا كنت أستمع لقراءة القرآن ثم مر القارئ بآية فيها سجدة ولكنه لم يسجد، ماذا أفعل أنا المستمع؟ هل أسجد أم أواصل استماعي للقرآن؟ وإذا كنت أردد هذه الآية للحفظ هل أسجد في كل مرة؟ إذا سجد القارئ يسجد المستمع تبعا له، وإذا لم يسجد القارئ فإن المستمع لا يسجد. نعم. جزاكم الله خيرا. من كرر آية فيها سجدة للحفظ هل يلزمه مع كل مرة أن يسجد؟ يكفي المرة الأولى إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما هي علامات ومميزات المسيح الدجال وفي أي البلاد يظهر وهل يكون سلطانه على العالم كله؟ يظهر والله أعلم من المشرق من بلاد إيران، وصفاته كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم من أنه أعور وأنه مكتوب بين عينيه كافر، وأعظم صفاته أنه كذاب دجال من الدجل وهو كثرة الكذب، فهو كذاب. ومن صفاته سرعة سيره في الأرض، ولذلك سمي بالمسيح لأنه يسرع في سيره في الأرض كالسحاب استدبرته الريح، فعاذنا الله والمسلمين من فتنته. هل يكون سلطانه على العالم كله كما يسأل؟ لم يرد هذا، وإنما على من يمر عليهم من العالم. نعم. على من يمر عليهم من العالم. ولعل فتنته على المسلمين أشد. اللهم استعان. نعم. ما هي علامات الساعة الكبرى والصغرى؟ كثيرة. اللهم استعان. علامات الساعة كثيرة، منها الصغرى ومنها المتوسطة ومنها الكبرى. أما العلامات الصغرى فكثير منها وقع، وكذلك العلامات المتوسطة كثير منها وقع، وأما العلامات الكبرى فأولها خروج المهدي، ثم نزول خروج الدجال، ثم نزول المسيح عيسى بن مريم يقتله، ثم خروج يأجوج ومأجوج، ثم خروج الدابة التي تسم الناس بأن تضع علامة على المؤمن وعلامة على الكافر، ثم خروج الشمس مما طلوع الشمس من مغربها، وهذا آخر العلامات، وهو أكبر العلامات. قال تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وهذا يعني طلوع الشمس من مغربها، إذا طلعت من مغربها لا تقبل التوبة ممن لم يتب قبل ذلك من الكفر ومن الذنوب. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المملكة الأردنية
الهاشمية الصوت المستمع خليفة صابر محمد بعث برسالة يقول فيها: أنا شاب أبلغ من العمر 28 عاما من جمهورية مصر العربية وأعمل في الأردن لفترة محددة، وقبل أن أسافر إلى الأردن وأنا موجود في بلد مصر أقدمت على خطبة فتاة تبلغ من العمر 16 عاما، ثم قرأنا الفاتحة وأحضرت لها ذهب شبكة ومبلغ 1500 جنيه مصري وزايد أغراض أخرى ب 500 جنيه، يعني المجموع 2000 جنيه مصري. وبعد أن لبستها الذهب وفي هذه الحالة صارت خطيبتي ولم يتم العقد، أعني عقد الزواج، يعني العملية قراءة فاتحة وخطوبة فقط. وبعد شهر من خطوبتي إليها وجدت لعدة أسباب أنها لا تصلح زوجة لي، فقمت بمصارحة أهلها بذلك، فكان الرد منهم أن أترك إليهم كل شيء طالما أن الرفض من جانبي. فما رأيكم في هذا الموضوع؟ جزاكم الله خيرا. هل الذهب وجميع ما صرفت من حقهم أم من حقي أنا؟ جزاكم الله خيرا. هذه قضية خصومة بين طرفين مردها إلى المحكمة الشرعية، ولكن من المعروف عند أهل العلم أنه إذا كان الأمر مجرد خطبة ولم يحصل عقد، فإنه إذا تنازل عن الزواج بها يسترجع كل ما دفعه إليها. أما إذا كان قد تم العقد بينهما وطلقها قبل الدخول فإنه يرجع بنصف ما دفع إليها، وإذا دخل بها وخلا بها وتمكن منها فإنه يتقرر لها المهر كاملا بدخوله بها. والحاصل أن هذه مسألة قضائية ترجع إلى المحاكم الشرعية. نعم. غالبا ما يكون هناك الخلوة لكن الدخول قد يؤجل. شيخ صالح، هل من توليه يحفظكم الله؟ الخلوة لا تكفي، لا بد من الدخول أو الوطء عند كثير من أهل العلم، لا بد من الوطء أيضا. المسألة فيها خلاف قوي. نعم. فمجرد الخلوة المعتادة بعد العقد هذه لا تكفي لتقرر كل المهر، أما الخلوة قبل العقد فإنها محرمة، لا يجوز لرجل أن يخلو بامرأة لا تحل له. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من القنفدة أم علي بعثت برسالة تقول: أرجو أن توضحوا لي صفة سجود التلاوة وكيف يكون، وهل تجب علي تغطية رأسي، وهل أكبر أم لا؟ جزاكم الله خيرا. صفة سجود التلاوة كصفة سجود الصلاة، يعني يخر ساجدا على الأرض ويقول سبحان ربي الأعلى ويدعو لما تيسر له، وإذا كبر عند انخفاضه للسجود وكبر عند رفعه فلا بأس بذلك، وإن لم يكبر ليس هذا بواجب. وتغطية المرأة رأسها عند السجود أيضا ليس بواجب، لأن الصحيح أن سجود التلاوة لا يأخذ أحكام الصلاة وإنما هو عبادة مستقلة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى